اهلا وسهلا زوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو ان شاء الله نبداو بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. في هاد لا فيديو على البنات غادي نتقاسم معكم ان شاء الله واحد المشروب تشربوا هكا كل ليله، زوين بزاف تزيد في الوزن، وكذلك البنات اللي عندهم المشاكل في الرحم اللي باغين ان شاء الله يحملوا وعندهم تاخر الحمل، راه تعالج بزاف المشاكل هذا المشروب. هذا غادي نعطيكم جوج طرق تقدر تستعملوه بالنسبه للنساء المتزوجات وبالنسبه للبنات كذلك الغير المتزوجات، لحقاش هذا المشروب شويه سخون بزاف، يقدر زعما يكون مجهد عليكم شويه. المهم هذا المشروب هذا البنات راه كيزيد بزاف 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 في المناطق الانثويه، وبزاف البنات غيكونوا عارفينه، وحبيت نشاركه معكم في هذا لا فيديو. بالنسبه لهذا المشروب هذا البنات غادي تحتاجوا كاس ديال الحليب يكون دافي، ضروري تدفيوا الحليب ما تشربوش بارد. بالنسبه لنوع الحليب اللي استعملوا حليب كامل الدسم، ماشي اي نوع الحليب، وبنات كذلك يقدروا يستعملوا النيدر حتى هو كامل الدسم باش هكا تستافدوا من الوصفه اكثر. وغادي تحتاجوا حب الرشاد راه تيتباع عند العطار، وهذا المكون، هذا اللون ديالو كيكون احمر زوين بزاف وعنده فوائد كثيره بزاف. دخلوا قراو عليها البنات على خاطركم باش تعرفوا كاع الفوائد اللي كاينين عنده. بالنسبه لحب الرشاد ما يتطحل ما حتى شي حاجه، كديروه هكا غير الحاجه اللي غادي ديروا ليه غادي تنقيوه من الاتربه اللي تيكونوا فيه وغادي تستعملوه. بالنسبه ليا انا هنايا هذا اللي عندي هنا ما نقيش، ولكن اللي غندير معكم في الوصفه غادي نقيه هو الاول عاد نديرو معكم. الكميه اللي غادي نستعمل بالنسبه للنساء المتزوجات راه تقدر ديروا معلقه صغيره عامره مملوءه من حب الرشاد وتشربوا المشروب هكا بحب الرشاد ديالو. البنات غير المتزوجات غادي ديروا غير راس معلقه صغيره، وغادي تخليوا هاد حب الرشاد هذا غير تيتطلق في الحليب مزيان وكتصفيه وكتشربوه. المهم راه كتختلف الطريقه بين هادو وهادو. بالنسبه لهاد المشروب كما قلت لكم كتاخذوا سواء معلقه كبيره او معلقه صغيره او نص معلقه صغيره ديال حب الرشاد يكون منقي، كديروها في الحليب يكون سخون، البنات يكون سخون كتحركوها مزيان وكتخليوه هذا المشروب هذا يتلق فيه حب الرشاد مزيان وكتشربوه. النساء غير المتزوجات صفيو عاد شربوه، لحقاش بحب الرشاد كيكون مجهد عليكم بزاف، خصوصا البنات اللي كيكونوا تطرحوا يعني الصغر ديال السن ديالهم كيكون صغير بزاف كيكون شويه مجهد عليهم. هاد المشروب هذا كتشربوه كل ليله، كتشربوه كل ليله، بغيتو تشربوه بشكل يومي شربوه، بغيتو ثلاثه المرات هكاك على الاقل في السيمانه شربوه، كيزيد في الوزن واحد الشكل خيالي خيالي بزاف، زوين وبالخصوص كيزيد في المناطق الانثويه وكيعالج لكم بزاف المشاكل اللي عندهم مشاكل في الرحم، سواء تكيسات سواء عدم انتظام الدوره الشهريه، وبزاف الحوايج كيعالجهم هذا المشروب هذا. المهم ما تكثرش منه بزاف، استعملوا مده الشهر وكل بنت والجسم ديالها، حيت بزاف منكم كيقول حقا ما جاتش معنا هاد الوصفه وما جاتش معنا هاد الوصفه، راه كل البنات كل وحده وتركيبه الجسم ديالها. كنحطوا حنا بزاف الوصفات لزياده الوزن، وانت يا اختي راه سبحان الله كل وحده وشنو تيجي معها، حنا تنجربوا مادام حنا عايشين في هاد الحياه، ولا حنا كنجربوا شي حاجه اللي غتجي للصحه ديالنا وشي حاجه اللي غتادينا لواحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وبطبيعه الحال تكون بطرق اللي هما طبيعيا بزاف ما يؤديو حتى شي واحد. شوفوا ان شاء الله في الفيديو الجايه، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.